النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر الأوائل من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يسن للمرء أن يكثر فيها من الطاعات: الاستغفار، التسبيح، التهليل، الجلوس في المصلى بعد الفجر إلى طلوع الشمس لتكتب له عمرة، صلة الرحم، الصدقات، الصوم إن تيسر له ذلك، أن يقرأ من القرآن ما يتيسر، أن يعمل ما يستطيع من الطاعات، فإن الأجر فيها مضاعف. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، الله جل وعلا يحب العمل الصالح في هذه الأيام العشر. فاجتهدوا أيها الإخوة الكرام في التعبد لله تعالى فيها بقدر ما يتيسر للإنسان.